هدينا اليوم سيكون معنا عدة ضيوف من مخيماتنا سنبدأ من مخيم البقعة العيد هو الفرحة التي تجمع بين الناس ونحن هنا تكتمل فرحتنا عندما يشاركنا أهل من مخيمات الشتات في الأردن عبر شاشة ليتحدثوا معنا عن مظاهر العيد في المخيمات يسرني أن أرحب بضيفي من أحد مخيمات الشتات وهو مخيم البقعة ولواء عين الباشا الحاج عيسى أبو عايش أبو وائل أحد وجهاء المخيم كما تعلمون مشاهدينا الكرام، هذا المخيم يتكون من لجان ووجهاء وعشائر متكاتفه، تعمل دائما على تقديم ما يخدم ابناء المخيم بشكل منظم. الحاج عيسى احد هؤلاء الوجهاء الذين سيتحدث معنا اليوم عبر شاشتنا عن العيد ما بين الماضي والحاضر، يسعد صباح كل عام وانت بخير. الخير علي. صباح الخير عليك، صباح الخير. أمي أبو وائل يعني دائما إحنا معك في العيد يعني بكل عيد بتطل علينا سواء كان بيئة أو في استديوهاتنا واليوم عبر الشاشة شاشة تلفزيون فلسطين رح تكون معانا تحدثنا عن نكهة العيد في مخيمات الشتات واستذكار ما بين الماضي والحاضر وتحضيراتكم كوجهاء ومساندتكم لأبناء المخيم كل عام وأنتم بخير كل عام شعبنا في الداخل والخارج بخير، كل عام وأمتنا العربية والإسلامية بخير. أبدا وأقول عيدٌ بأي حال عدت يا عيدو بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديدُ؟ العيد يختلف الآن. فرحتنا حقيقةً تكون بعودتنا. فرحتنا بقيام دولتنا. فرحتنا أن تكون القدس عاصمة دولتنا، فرحتنا أن نصلي صلاة في الأقصى وهو محرر. العيد فرحة فرحة لأطفالنا ولكن قلوبنا من الداخل فرحتها ما زالت مكتومة. لأنه نحن الفرحة الحقيقية كما قلت في البداية بالعودة. نحن في المخيمات فرحة لأبنائنا، نحن نشارك أبنائنا، نشارك أطفالنا. نشارك اهلنا في المخيمات هذه الفرحه. نحن في المخيمات حقيقه ما زلنا نحافظ على الارث الذي ورثناه عن ابائنا وعن اجدادنا. العيد تقاليد العيد وعادات العيد ما زالت موجوده. في اي عيد يعني عيد الاضحى اضاحي نجتمع مع بعضنا انه نعايد بعضنا، نزور بعضنا هذه عاداتنا الموروثه اللي احنا بنحافظ عليها. في المخيم حقيقة العيد منقوص يعني من حق الطفل الفلسطيني أن يفرح من حق الطفل الفلسطيني هذا الطفل الممزوج بالنشاط وبالحيوية أطفالنا عباقرة أطفالنا شعلة من الذكاء أطفالنا شعلة ضياء حقيقي في الكون نحب أن يكون أطفال هؤلاء يشعر بالمتعة ويشعر بالسعادة. نعم عم أبواء موجود عدد من اللجان وعدد من الجمعيات إن كانت خيرية أو غير خيرية أيادي الخير موجودة في تنظيم كل ما هو يجب تنظيمه في المخيم إن كان سواء في ترتيبات العيد أو في ترتيبات الأيام الاعتيادية اليوم المخيم يعيش منذ سنوات وسط أجواء ماذا تعلمون اليوم أبناء المخيم عادات وتقاليد العيد؟ آم لنقل التي توارثتوها يعني لا لربما شهدت عدد من الاشياء في العيد في في فلسطين او سمعت و للاحفاد والابناء شاهدت وعشت العيد في فلسطين عشت كيف كنا في الصباح بعد صلاه نعم العيد يخرج الناس الى الدواوين نعم يعيدوا بعضهم تجتمع العشيرة مع بعضها ديوان العشائر ديوان العشيرة نعم. تجتمع بعضها وتتنقل من مكان إلى مكان وما زلنا نعم. إن شاء الله لحتى الآن نتبادل التهاني في الدواوين، في الجمعيات، في اللجان، في الأندية آه نتبادل ونعلم أبنائنا أن هذا العيد هو مشاركة فرحة مهم. مشاركة يجب الجميع أن يشارك بالعيد نعم. يجب أن نفرح مع بعضنا البعض بغض النظر عن المأساة اللي بنعيشها ولكن هذا شيء لا يمنعنا من الفرحه. نعم شيء لا يمنع اطفالنا انهم يفرحوا، كيف بكون العيد؟ العيد بيكون في اضحيه تصلي تضحي تتفقد الفقراء والمساكين، مم. تتفقد جيرانك تعايد اهلك، تعايد كل من تحب. هذا احنا نزرعه في اطفالنا حتى يبقى عندهم لانه انا بعد فتره العمر محدود بده مين بده هذه العادات والتقاليد؟ هم يزرعها في اطفالنا نعم يزرعها في اطفالنا حتى يبقى الطلة بين العائلات وبين الاهل نحن في خيل بقعه انا بشعر بخير البقعة عباره عن عائله واحده نعم آه يعطيك طولة العمر والصحة وإن شاء الله تضل دائما موجودة في المخيم ودائما آه يعني توجه أبناء المخيم الشباب والأطفال بأن يحفظوا الموروث ويتنقلوا ولا ينسوا شيء حتى وإن خرجوا خارج المخيم رسالتك لفلسطين اليوم في عيد الأضحى آه رسالتي إلى الأهل مم. والأحبة في فلسطين مم. كل عام هم بخير وربنا إن شاء الله يقف نحن, نحن نعرف يتعرضون إلى ظلم يتعدو يتعرضون إلى نعم. اعتداءات يومية ولكن الحقيقة نحن نفرح بما يعمل أهلنا في الضفة الغربية إصرارهم على أن يبقوا في أرضهم نعم يهدم بيته ويرجع إلى بيته يبديه مرة ثانية هذا الإصرار وهذا إحنا نكبر في أهلنا هذا الصمود مه. نكبر في قيادتنا مه. نكبر في كل مقاومة في كل إنسان في فلسطين هذا الشيء حقيقة إحنا بنرفع رؤوسنا فيه وان شاء الله تبقى المحبه بين اهلنا ودعوه منا في المخيمات ان يتم التالف بين الجميع في الداخل الحاج الشيخ عيسى عايش ابو وائل انا بتشكر وجودك معنا اليوم عبر هذه الشاشه الصغيره لنطل على فلسطين في عيد الاضحى شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بالف خير وانا سعيد حقيقه ان اقول في هذا الاستوديو الجديد وهذا في موظفيه حقيقه اللي انا بشعر دائما انهم من الناس النشطاء وانت بنتي سندس ما شاء الله عليك زرتينا في المخيم ودائما بتزورينا لك ولكل الموظفين كل المحبه والتقدير شكرا جزيلا لك يعطيك طوله العمر وكل عام